طيب الفقرة دي الحقيقة عن النص ساعة أو الأربعين دقيقة اللي في الأول اللي اتكلمنا عنهم، وهم لماذا تكتم النظام على ضحايا حريق مديرية أمن الإسماعيلية. اللي متابع دلوقتي الشاشات المصرية، لو أنت يعني بين كل فترة والتانية كده بتروح تشوف إيه اللي بيحصل، فعايز أقول لك إن في حاجات جميلة جدا بتحصل دلوقتي على الشاشة على الهواء مباشرة. عبد الفتاح السيسي بيحتفل بخمسين سنة على انتصار السادس من أكتوبر، الانتصار العظيم اللي هو بيفرح كل مصري، الانتصار العظيم اللي هو يوم فخر لكل مواطن مصري وعربي، استعادة الأرض، الانتصار على العدو الإسرائيلي. وبالتالي يعني مهم جدا، وإحنا بنجاوب على السؤال ده وهبدأ استقبل اتصالات حضراتكم دلوقتي، لماذا تكتم النظام على ضحايا حريق مديرية أمن الإسماعيلية. وفقا للكلام اللي قلناه في الأول، حط في ذهنك كده في الخلفية أن السيسي دلوقتي قاعد مبسوط بيدندن، واسمه إيه أبو حفيظة بيقول له أبو سمرة السكرة، واحنا بنقول له ابو سمره صاحب المجزره، ابو سمره اللي جابنا ورا، عارف انت في جو لطيف كده هناك، والسيسي مبسوط جدا وبيدندن وبيسقف، واحنا هنا بنتكلم على ضحايا مديريه امن الاسماعيليه. هنتظر اتصالات حضراتكم ليه النظام تكتم على الضحايا في حريق مديريه امن الاسماعيليه. وخليني ابدا بمجموعه من الرسائل. تحياتي وتقديري لشخصك الكريم، اداء ابو عبد الرحمن من مصر، بيقول لي عندنا مثل شعبي بيقول اللي على راسه بطحه بيحسس عليها ويقتل القتيل ويمشي في جنازته. هذه الامثله تنطبق على السيسي وعصاباته، حوادث كثيره تم تدبيرها والتخطيط لها للتخلص من المعارضين، حتى لو من ابنائنا ضباط الشرطه او الجيش لا فارق، طالما جاءت تقارير مخابراتيه للسيسي بتذمر او عدم رضا من الظروف التي تمر بها مصر، وده امر معروف. لكن كلما زاد عدد الضحايا كلما زاد الغضب الشعبي، فتكون اعداد الضحايا بالمئات ويعلن فقط عن ربعهم. وشكرا لك. انا بشكرك يا ابو عبد الرحمن جدا. وخلينا ننقل السؤال لايمان من مصر. اهلا بك يا ايمان. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. السؤال ان يعني النظام الفضائح بتاعته كترت، يعني مثلا حادث العريش، طيارة زامبيا، فضيحة السينيتور الأمريكي، وأخيرا حريق مديرية أمن الإسماعيلية، اللي بيبقى زي ما حضرتك قلت في بداية الحلقة في مليون علامة استفهام، إن إزاي إن الحريق يعني يبقى هو كان يبقى المفروض في منطقة واحدة، ما تبقاش كل المديرية بحالها كده تولع. هو عارف إن في سخط شعبي جدا جدا في البلد، والفضايح كتيرة، فهو مش ناقص، هو متكتم على الموضوع، مش ناقص ان يقول لك ويبقى فيه تساؤلات كمان. طب الحريق ده تم ازاي؟ زي ما حضرتك سألت كده في الحلقة بتاعت حضرتك، دي نقطة. النقطة التانية والملفتة للنظر، هو كل مرة بيحصل اي حاجة يمسك الحديدة ويتكلم في الموضوع، ليه ما تكلمش في الموضوع؟ يعني محمد علي لما تكلم على القصور الرئاسية طلع وقال بعمل قصور رئاسية، جمال مبارك لما اتكلم طلع تاني في لقاء بعدها برضو علق على كلام جمال مبارك. طب ليه انت ما علقتش ولا حتى يعني طلع اي بيان ولا اي حاجة ولا حتى تعزية، او بلاش تعزية، كلمتين كده جبر خاطر للحادث المأساوي اللي حصل في مديرية أمن الإسماعيلية. إحساسي إن هي حاجة مدبرة طبعا وهم عاملينها، بس عاملينها ليه إحنا ما نعرفش؟ لأن هم يعني مصايبهم كتيرة وفضايحهم كتيرة، فده اللي خلاهم إن هم يعني إيه يعملوا إن هم يعني متجاهلين الموضوع مش موجود، واللي مات خلاص هيتعزى في المحافظة بتاعته أو في البلد بتاعته، إنما مش هينشر على مستوى الإعلام والناس الوقت زي ما حضرتك عارف فيسبوك أو تويتر أو كده، كل حاجة يعني بتبقى معروفة، فمش هيتكلم عن حاجة هو أساساً عاملها هو والحاشية بتاعته لسبب او لاخر، وهيتكلم فيها يتكلم يقول ايه ده انا اللي عاملاها، يعني انا اللي عامله الحاجه دي هتكلم عليها واقول ايه. فهو عشان كده بيتكتم على اساس ان ما يحصلش يعني تذمر اكتر من اللي موجود في الشارع. وزي ما قلت لحضرتك في البدايه ان هو الفضايح كتيره، فعشان كده هو ساكت ما يتكلمش عن على الضحايا بتاعت فريق الامن الاسماعيلي. اشكرك جدا يا ايمان. شكرا جزيلا. معانا شريف من مصر. اهلا بك يا شريف. أنا دكتور سامي. أهلا وسهلا. ربنا يجازيك خير أنت والطامن على اللي معك كله. شكرا. التعليل والله. شكرا.
المهم مديرية الأمن مش هتكون أغلى عليه من أمه. أمه سابها بيت حاطها في الثلاجة وراح يفتتح قناة السويس الفرح بتاعه. نفس الفكرة، فكرة فيلم الفرح هو نفس الدماغ بتاع فيلم الفرح. مش مشكلة الميت ميت ولا اللي اتحرق اتحرق، المهم بس ناخد اللقطة ونفرح الفرحة وناخد اللي أنا عاوزه، آخد اللي أنا عاوزه المهم. والمديرية الأمن ما تعرفش فيه إيه اللي كان ازاي تتساب لها لغايه ما تتصفى خالص كده، تتجاب على الارض كلها تبقى فحم، مفيش مطافي، مفيش، ما فيهاش اصلا دفاع مدني جواها، مفيش اي حاجه، ازاي تتصفى كده وعربيات شرطه واقفه بره قدام مديريه الامن وشغاله اللمبه بتاعتها واقفين ودول بيتصفوا جوه. دي لها هدف هو عامل بسبب الهدف، غير ضباط مش راضيين جواها، معتقلين عاوز يخلص منهم او اي حاجه. دي ما ازاي تتساب كل الساعات دي لغايه ما تتصفى المبنى كله يتصفى خالص. ده مش اوضه ولا اوضتين، ده مبنى زي مجمع التحرير كل ده يتصفى، ما فيش نقطتين ميه حتى يروح على المبنى ده خالص يطفوه ولا يخرجوا حد من اللي جوه، وكل اللي جوه ولا ده ولا كل معموله زي بتاعت بورسعيد بتاعت اللعيبه بتاعت الضباط بتاع الاهلي لما قفلوا عليه. معرفش فيه والله والله، هو اصلا طول ما قاعد كل يوم الخراب بيه اكتر، كل يوم الخراب اكتر، وكل يوم الفاتوره اكتر، وهنفضل ندفع في فواتير ودم دم دم كده لغايه. اشكرك، بشكرك جدا الشريف، شكرا جزيلا. معنا محمود من مصر، اهلا بيك يا محمود. محمود ازاي حضرتك يا استاذ اسامه؟ اهلا وسهلا، الحمد لله. والله يا استاذ اسامه، هو انت مش بيتكتم بس على حريق مديريه الامن، حضرتك برضو ممكن تسترجع حادثه العريش، محدش برضو طلع اتكلم ولا قال تفاصيل ولا اسامي الشهداء ولا قال اي حاجه. ده مسلسل من استمرار احتكار الشعب المصري. والنقطه الثانيه ان هو الراجل عامل انجازات يا استاذ اسامه، راجل محقق أمن وأمان، عايزه يطلع في المؤتمر يقول إن أنا محققتش الأمن والأمان بعد 10 سنين، أمال أنا قاعد ليه مصريين؟ بس دول رجالته يا محمود، يعني هو بيعزي شهداء الواجب ومحمود توفيق وزير الداخلية معاه بيقف دي أحداد. لا يا أستاذ أسامة، الراجل عامل إنجازات يا أستاذ أسامة، مش مهم رجالته ولا مش رجالته، حتى لو رجالته هيجوا على حساب إنجازاته وشكله قدام الشعب، يعني أنا آسف في اللفظ، هو بيقول كده مش يعني مش هيفقد ثقتهم فيه. احنا بنقول لاخواتنا في الشرطه وفي الجيش انه يا اهالينا يا اخواتنا الكبار، انتوا شايفين الراجل ده ملوش عزيز حتى معاكوا انتوا، الراجل ده ما بيفكرش غير في نفسه بس، عشان ما يبوظش الاحتفالات ما جابش سيره شهيد منكوا، ما جابش سيره مصاب منكوا، ما عزاش اسره منكوا، هو بيتاجر بيكوا بس بعد ما بتموتوا، وبيجيب اهاليكوا يعيط بيهم وياخد بيهم اللقطه. فما تتبعوش الراجل ده، واي حراك شعبي يحصل وينزل في الشارع ما توقفوش قدامه، احنا بننزل عشان نحرركم يا جماعه، ما تعملوش مع الشعب المصري كده، احنا في الاخر اهلكم واحنا اللي باقيين لكم. شكرا يا استاذ اسامه. انا بشكرك جدا يا محمود، شكرا جزيلا. ابو احمد من مصر، اهلا بيك. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله بخير، اهلا وسهلا. الحمد لله دايما بخير. انا على فكره اول مره اعمل مداخله مع حضرتك، ويعني شرفني يعني ان انا اعمل مداخله مع حضرتك. شرف لي يا ابو احمد. انا ربي يخليك يا فندم. انا بتكلم في خصوص الناس اللي هي مثلا متغفله ومستنيه الشعب يشوف هيعمل ايه. الشعب مش هيعمل حاجه غير ان هو لازم يوقف وقفته دلوقتي حالا، ودي فرصته الحقيقيه، لان لو عدى الشهرين دول وكمل حكمه للاسف ميه النيل خلاص، اللي هو اتفق عليها دي الموضوع خلاص انتهى، يعتبر انتهى. انما لو خلعناه من دلوقتي، لا احنا يبقى كل اي حاجه هو اعتمدها تعتبر باطل. فرصه الشعب دلوقتي ان ينزل يشوف ميتنا، شريان حياتنا، نبطل المعاهده اللي هو عملها ديت، خلعه. لازم الشعب يقول كلمته، وحاجات كتير، الممتلكات اللي باعها، الاصول اللي باعها، كل دوت هيرجع تاني للشعب المصري وخير بلدنا، ما نقعدش نتفرج وساكتين وصامتين. يعني انا مش عارف إن يعني ناس بتتفرج ليه للنهايه؟ مش عارف. يعني بناشد اي حد من الساسه اللي هم عندهم بيعرفوا يتكلموا، يعرفوا يناشدوا، ويعرفوا، ولا كله خايف منه، مش عارف.
يعني مستنيين الشعب يتمرمط يطلع يتبهدل ويطلع يتقبض عليه وبتاع. الناس الكبيره دي تتكلم والشعب وراهم. انا حاسس ان مفيش حد كبير في مصر كده اللي هو بقى بالعصايه. في ايه يا جماعه؟ أشكرك يا أبو أحمد جدا، شكرا جزيلا، وسعيد جدا أنك موجود معنا لأول مرة، إن شاء الله تبقى موجود على طول. أيمن من مصر، أهلا بك يا أيمن. إزيك يا دكتور أسامة، أنا أول مرة برضو في حياتي أعمل مداخلة والله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. والله أنا كلامي هيبقى مختصر يعني. تفضل. والكلام دوت شبيه جدا باللي كان باللي بيحصل برضه في سيناء وموت الجنود والحاجات دي كلها. فالناس دي عبارة عن عصابة دكتور أسامة، مش فارق معها أي حاجة، وربنا سبحانه وتعالى رحت فين يا أيمن؟ طيب شكرا جزيلا يا أيمن. أشرف من إيطاليا، أهلا بك يا أشرف. السلام عليكم. عليكم السلام. دكتور أسامة، أهلا وسهلا. جزاكم الله خير والله، انتوا القناة كلها أشكرك. وأنا كنت حابب أقول حاجة يعني. اتفضل. هو اللي بيحصل دلوقتي ده في مديرية الأمن ده اللي حصل يعني والله يفكرني باللي عملوه أيام الثورة في يناير لما حرقوا مش عارف الحاجات اللي هي كانت جوه جوه مجمع التحرير يعني. فهو نفس الشخص يعني تقريبا نفس الحوارات ف يعني اكيد كان في حاجه يخفوها جوه في مديريه امن اسماعيليه يعني. اكيد في حد مسجون مش عايزينه يخرج، حاسين بالقلق ان هو ممكن يحصل حاجه في البلد. فده يعني هم بيحاولوا يرتبوا حساباتهم من دلوقتي يعني. شكرا. اشكرك جدا يا اشرف. معنا امينه من السعوديه، اهلا بك يا امينه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام، اهلا وسهلا. انا حاليا في مصر. ها حضرتك دلوقتي انت بتسال سؤال بتقول هو اللي تكتم النظام على ضحايا حريق مديريه امن اسماعيليه؟ ايوه. طب هو مش تكتم على امه يعني وسابها مرميه في الثلاجه يعني؟ هي هو بتوع حريق مديريه امن اسماعيليه اغلى من امه يعني؟ يعني امه اللي سابها مرميه اصلا في الثلاجه، ما فرقتش عنده اصلا، ما كانتش يعني بالنسبه له حاجه. اذا كان احنا كلنا الشعب كله يعني، هو حضرتك حريق اسماعيليه ده هيفرق عنده في ايه؟ ما هو اللي ماتوا انا ممكن اكون متضايقه من الداخليه ومش بحبها صراحه، بس العيال اللي ماتوا دي غلابه يعني، رقيب ومجند ومش عارف ايه، بيبهدلونا ولما بننزل بيضربونا، بس هم مساكين. لكن هو هيفرق عنده في ايه؟ ما ان شاء الله يتحرق المديريات كلها. وبعدين هو مش محتاج المديريه ولا محتاج اي مديريه، هو خلاص دلوقتي بقى عنده الميليشيات الخاصه بتاعته، مش محتاج دول. ده هو جايب دول بيضربوا بعض يعني، هم جايب دول. انا بقى بصوا بقى، افتكروا نفسكم ان انتوا بتحموا يعني ولا لا؟ ده انا جايب اللي هيضربوك وقت اللزوم. هم ما يفرقش عندي حاجه الكلام ده يا اسامه. احنا ما نفرقش، كلنا على احنا صفر على الشمال بالنسبه له، مش في حسبته. فيعني هي مش هيكتموا ليه؟ ده يكتموا. وبعدين معلش انت عايزه في يوم الزينه اللي ان شاء الله باذن الله سترد عليه باذن الله قريبا، عايزه يطلع يقول حريقه ومش حريقه؟ ده انا عايز ده انا عريس يا جماعه، ده الشعب كله بيطالب بيا. انتوا حريقه ايه وزفت ايه؟ هو فرق عنده الكلام ده؟ احنا اللي حزينه، ممكن صعبان علينا العيال. انا متضايق منهم بس صعبانين عليا برضه في الاخر، ما انا بني ادم عشان انا بحس هما بيحسش. إذا كان بيقول لك جوعوا عشان نعمل تنمية، هي كانت اليابان عملت جواعد شعبها عشان تعمل تنمية؟ مفيش الكلام ده، مفيش. طيب بشكرك جدا يا أمينة، شكرا جزيلا. معنا شوقي من ألمانيا، أهلا بيك يا شوقي. يا دكتور أسامة، أهلا وسهلا. طبعا احنا في الأول عايزين نعزي شهادة مديرية أمن الإسماعيلية. فأنا بس عندي رسالة للناس اللي نزلت، راحت حضرت رضا البحراوي وأحمد شيبة والناس الجميلة دي. أنتوا دلوقتي رحتوا رقصتوا، ومن فترة بسيطة بس كانوا بيصوتوا من الأسعار ومن الطماطم اللي بقت بكذا ومن البصل اللي بقى بكذا ونسبة الطلاق اللي زادت عشان الرجالة معلش قادرة تكمل، والنهاردة نازلين يطبلوا، وكلها شهور بسيطة، شهر اتنين تلاتة، وهيشوفوا بقى الإبداعات اللي هتحصل لهم، ومحدش هينفعهم، لا حزب مستقبل وطن ولا الناس اللي جابتهم ولا الناس اللي ادتهم 200 جنيه ولا الناس اللي ادتهم 30.
ولا الناس اللي سحبتهم عشان تأييد واحد ضيع البلد كلها على بعضها، ضيع النيل، جوع الناس. هو النهارده بيطلب الناس من اخر مؤتمر، بيطلب الناس ان هي تجوع وما تاكلش وما تشربش، وفي 25 مليون مش عارف فين ماتوا. وفي الوقت نفسه هو عايش في القصور بتاعته، عايش في ملكه السماء، اغلى طياره رئاسيه. طيب انت لازم المفروض تبقى قدوه ليا، المفروض انت تستغنى بقى عن الكلام ده كله وتروح تقعد في بيتك او في شقتك، وبعد كده تيجي تامر ان انا اجوع. انا مش هجوع عيالي عشان خاطر انت تعيش انت وعيالك. ده باختصار السنة كلها شهرين ثلاثة، والمصريين كلهم هيحسوا فعلا ان البلد ما راحتش في داهية، البلد غرقت. النهاردة الاعلام في المانيا دوتش فيلا طلع بتقول تضيع مصر بباكيتة بانجو ومية جنيه ومخدرات وشريط رمضان. اقسم بالله ده الاعلام الالماني النهاردة قاله دكتور اسام، اقسم بالله. دوتش فيلا طلعت النهاردة بالحرف قالت تضييع مصر بشريط ترامادول وب100 جنيه وبالظبط، يعني عشان ما اكونش كذاب، وبعلبه سجاير، لان هم ما يفهموش باكيتة البانجو يعني ايه. فده اللي حصل بالظبط. فنتمنى ان الناس احنا مش عايزين نقول الناس تتعلم، الناس هتتعلم والناس هتتأدب كلها شهرين ثلاثه، وهتعرف فعلا اللي هم عملوه ده نتيجته ايه. واحنا نتمنى الخير لمصر وللمصريين كلهم يا دكتور اسامه. شكرا جزيلا لك يا شوقي، بشكرك جدا. معانا ام محمود من مصر، اهلا بيكي. اهلا وسهلا دكتور اسامه. اهلا وسهلا، الحمد لله. ربنا يعينك يا رب جميعا ان شاء الله، انت وجميع القنوات بتاعتكم باذن الله. والله بس اقول لك على حاجه، هو طبعا ما تريد تركز معايا لان الافراح معموله في كل مكان. يعني مش قادرة أقول لحضرتك يعني في أي مكان تبع الحكومة، مركز شباب، ساحة، أي حاجة الناس طبعين يحكيب له وطعيبه بسيطي ومعلي، لأن يعني الدنيا حلوة، الدنيا جميلة. يعني أنا الحقيقة مش عارفة أقول الحقيقة، ولكن أنا أقول حكى الحقيقة. أنا سمعت يعني كلمتين من الحديث اللي قاله بتاع موضوع رمضان ده. الحقيقة أنا ما سمعتش حد، ولكن أنا لفت نظري لحاجة تانية خالص. دلوقتي هو قال 2 مليار جنيه أقدر أهدم بيهم مصر، صح؟ قالوا يعني 30,000 دولار. تقدر حضرتك تقول لي 2 مليار إزاي يديهم 30,000 دولار؟ هو أكيد عدد بكام؟ ب 66 جنيه؟ ودي الإشاعات اللي عمالة الدولار هيوصل معرفش كام، وإني هنوصل 50. طيب أنا بشكرك جدا أم محمود، بعتذر والله بس لأن الصوت سيء من المصدر. شكرا جزيلا. معنا سلمى من أمريكا، أهلا بك يا سلمى. يعني أنا عندي أشكر حضرتك على المجهود الجبار اللي الشركة بتعمله، شكرا. وعلى فعلا اختيار المواضيع، ما حدش يتكلم خالص على مضية أمن الإسماعيلية غير دكتور هشام صبري وسيادتك. المشكلة إن إحنا كان قال في 200 معتقل، يعني كان عملوا زي جولة أمنية، والعيال اللي اتقبض عليها دي راحوا فين؟ يعني الله يرحم الضباط وأمناء الشرطة، دي حاجة. الحاجة الثانية، إحنا النظام اللي حاكمنا من زمان قوي ده الأتيتيود بتاعه، من أيام حسني مبارك، أيام عبارة السلام اللي كان 4000 واحد مصري غرقانين، وهو واقف هو أحمد نظيف والعدلي ماسكين الإعلام في الماتش بتاع مصر. حصلت برضو تاني في المزرعه الصينيه بتاعت المكحول طنطاوي، لما كان نايم وساب الكتيبه كلها تتضرب وتباد عشان خايفين يصحوه من النوم ويقولوا له تقريبا في يعني في نظام عسكري لازم القائد يقول. فدي مش حاجه جديده عليه. وزي ما دام اللي اتكلمت انه ساب مامته اسبوعين او يومين او واتيفر الفتره اللي في الثلاجه عشان هو ياخد المعفى، لكن حكايه ان التكتم هو ده نظامهم. هو احنا بنعرف ايه اللي حصل في مصر؟ ببقى قاعده في اسكندريه مش عارف ايه اللي حصل في البحيره ولا ايه اللي حصل في القاهره. فخلاص دي دوله متكتمه، دي دوله باطله، اللي قائمين عليها باطلين، النظام كله باطل، ومصر مش هتقوم لها قومه غير لما الباطل ده كله يروح يتشال من جذوره من ايام 52 لغايه 2023. واحنا قلنا قبل كده ان بعد 11/11 هيمسك الشعب يعمل فيه الافاعيل، وده اللي حصل. ان شاء الله باذن الله بعد الانتخابات هيقضي على مصر خالص. العيال ماتوا في الحريق، ولا وحتى الناس بتوعه ولا عزاهم. بيقول الشباب المستقبل بتاعنا بيقول بلازما، والناس اصلا مش لاقيه تاكل.
كمان شويه هيبعنا قطع بشريه وهدي يا سلام. في واحد في الدنيا يقول على مصر 95% صحراء؟ عايزين تبقوا ازاي على وش الخريطه؟ يعني هو دلوقتي احنا بنحكم ببلطجي بشمام. الكلام اللي اتقاله ده لو عملوا لجنه دوليه هيحاسب دوليا، عشان هو ما بقاش خطر على مصر بس، ده بقى خطر على مصر والاقليم والعالم كله. يعني هو دلوقتي حاطط ايده في ايد الراجل يونغ بتاع كوريا الشماليه، وان شاء الله مع بوتين هينهوا الكوكب. فده لو في احنا لو نقدر بس نعمل عليه قضيه دوليه ان الراجل ده يحاكم لعدم اتزانه النفسي. هو وصل مرحله خلاص من انه مفكر نفسه ان هو ملك العالم، عايز يبيع ناس وبلازما وقطع غيار بشريه وسايب اللي يتحرق يتحرق ويموت يموت. ده لازم يحاكم دوليا، لازم محكمه العمل الدوليه. شكرا. لو حد بس عنده طوز او كده في لحظه يرفعوا عليه قضيه ويتشال فورا. نشكرك جدا يا سلمى، شكرا جزيلا ليكي، وبشكر كل اللي شاركونا الحقيقة على مدار الساعة في الاتصالات والرسائل وأيضا على مواقع التواصل، وشوفكم بكرة إن شاء الله 7 بتوقيت القاهرة. تصبحوا على خير.